الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات نظام تستهدف بالمدفعية والهاون محيط بلدتي البرة وكان صفر بريف إدلب الجنوبي بحسب مراسل حلب اليوم. الفصائل المقاتلة تستهدف مواقع لقوات نظام على محوري معارض موخص والبريج بريف إدلب الجنوبي، نتج عنها تدمير دبابة ومقتل وجرح عدد من عناصر النظام. مقتل عنصرين من قوات النظام وجرح آخرين إثر استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة على طريق إنخل السرية في ريف درعا وفق تجمع أحرار حوران. وفاة 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين جراء اصطدام حافلة نقل على طريق دمشق حمص بحسب وزارة الداخلية في حكومة النظام. الرئيس التركي أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة تركية بعد أن كان 5500. السلطات البيلاروسية تعلن فتح تحقيق بحادثة وفاة طالب لجوء سوري على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.